عزيزة. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. جاءت الهزانة لأن لطيفة أفز القلب الطيب سيقا سنعلم لنا أسلام سنال على رسول الله لنا لطيفة أفز سيدة المواقف وكي تنقولوا الرجولة دائما تجدها في السراء والضراء. شكرا جزيلا لنا لطيفة على حضورك وراه عندها تسجيل كانت في الدار البيضاء وجات خصيصا قالت لي ما يمكنش ندوز يا سيدي محمد. انا كنشكرك شكر جزيل وما نكرهش صدق في هذا الحشاش هذا. الله يطول لك العمر الله يرضى عليك. مساء الخير. طبعا ما يمكنليش ما يكون عندي الحاج محمد العويش الحاج ما نحضرش لانه قبل ما يكون فنان فهو أخ وصديق ورفيق الدرب. أنا أول مرة تنخرج من دارنا يعني بقى ما دخلتش الميدان الفني يلا غادي نبدا وكان حفل كبير خصني وبغى يشجعني باش نحضر فيه. فأول مرة كنخرج من دار الوليد رحمه الله كان الحاج محمد اللي خرجني منه وتجي الوليد كون هاني فدخلت كنت فراش غنجي. ميرسي بوكو. التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.